السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت اوتو انوتيشن، هو يبدأ يحط لك الانوتيشن ويعمل لك دراسة للصورة اللي هترفعها، اي فلور بلان هترفعه هيبدأ يعمل لك دراسة ليه. على سبيل المثال مثلا دوت اهو هيبدأ يعمل دراسة ليه، يشوف كل الغرف اللي موجودة، يبدأ يكتشف فين الحمامات مثلا، وفي الاخر بيديك النتيجة الغرف الموجودة، الباث روم دي، الاريا ديستريبيوشن، هنا الاليمنت ديستريبيوشن، الاحواض، الشاور، كل الحاجات ديت. وتقدر ان انت تعمل داونلود للصورة دي، النتيجة دي لو انت حابب. ممكن مثلا نشوف صورة زي كده، اول ما بنرفعها بيبدأ ان هو يعمل تحليل للصورة. ويبدأ برضه يعمل تحليل للحاجات الموجودة في البلاد بالشكل دوت، عدد البصروم، عدد البواب، عدد الشبابيك، عدد التواليت، الباستوب، السانك، كل ديت.